السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل المتابعين الكرام على قناتنا التعليمية. في الفيديو بتاع النهاردة إن شاء الله هعرفكم إحنا عندنا كم مشترك على القناة، لأن ده سؤال ناس كتير جدا سألته لي. كده كده في آخر الشهر ده اليوتيوب هيظهر كل المشتركين اللي على كل القنوات، وإحنا قلنا نسبق اليوتيوب ونظهر عدد المشتركين عندنا في القناة. عدد المشتركين الشباب طلع قدامك على الشاشة، هوت عندنا حوالي 8400 مشترك. الحمد لله العدد مش وحش. قناتنا متفعلة من حوالي 7-8 شهور، جواب ادسنس وصل وفعلنا القناة وربطناها بالحساب. بس اللي انا مستغرب له، ازاي بقى عندنا عدد المشتركين دول وعندنا الفيديو بينزل يجيب لنا 100 مشاهدة او ما بيعديش ال 100 مشاهدة؟ ودي مشكلة ناس كتير بتتكلم فيها، ان احنا ما بيوصليش اشعارات بالفيديوهات بتاعتك. طيب يا سيدي، انت ما بيوصلكش اشعارات بالفيديوهات بتاعتي، الغي اشتراكك في القناة واشترك تاني. يعني الغي الاشتراك في القناة واشترك تاني، بعد كده هيوصل لك الاشعارات بالفيديوهات. انا بشكركم جميعا على متابعتكم معايا على الفيديوهات، بشكركم على اشتراككم على القناة. احنا في تطور مستمر ان شاء الله بامر الله، وعلى وعد ان احنا نقدم المزيد. اتمنى لكم الخير والسعادة دايما. السلام عليكم.